ولا نبر عبر ولا نبر اليوم أهلين وسهلين جينا من قلب الحدث السولد التمديد في السولد جمعتين نحبوا نشوفوا شنو الأجواء الكابتن يقول لي ما يهمناش فيه السولد إيه احنا احنا رايكم في السولد تمشيوا للسولد تقديم السولد سيد عميد انا مشيت واستفدت والحقيقه مشيت لسوسه ومساحه كبرى ولقيت اللي بالحق السولد وخذيت انا مكتب من ربي ليا والعائله ولكن انا متاكد اني مريت قبل السولد بك البقعه هذيك خاطر انا ناخذ كان تونسي ونقمرهم ونعرف ناخذ نلقى ثم ديزارتيكل فيهم بالحق 50% وخذيت سيدنا منهم سيد العميد هو هو السولد السولد منين جاي ساعة هو معناتها علاش تعملت تعمل باش دعم القدره الشرائيه للمستهلك والحركه الاقتصاديه والديستوكاج والديستوكاج الحاجات اللي مهمش على مادي تباعوا برخص به السولد انا بالحق شريت وانا بيدي شريت سورتو في الغونتري في العوده المدرسيه معناتها يعاون بالقدا السولد بدا في باريس 1830 اللي بدا اسمه سيمون مينوري بدا في باريس دونك هو الى لانسي لا نوسيون تاع سولد وهي جايه من كلمه سولدو امبرانتي معناتها من الايطاليان جايه من الايطاليان وش معناتها معناتها الصابين الشهريه تاع الجندي لو سولدا هذا لوريجين تاع كلمه اسمع يا لطفي مسيو سومدي هو رشيدي وسومدي شو كمان نسمع رايكم اما تاخذوا راي المواطنين قبل موجوده نورز المشراوي نورز اهلا وسهلا مرحبا بك بربي القهوه من قلب الحدث سميح اهلين وسهلين بكامل الفريق ومستمعي ديوان اف ام احنا توا موجودين في سكره سكره كما تعرفوا انها معناها فيها العديد من محلات مبيع ملابس الجاهزه الاقبال الحقيقه مش برشا ما نجموش نصوروا باش ما نبينوش معناتها لمارك دونك سميح كما ذكرت انه تم انه تم تمديد في الفتره الصيفيه نتاع السولد جمعتين اخرين نذكروا اللي السولد بدا فما كرهبه وراك نورز رد بي ومن المفروض يوفى نهار 17 سبتمبر حبينا نعرفوا راي الناس شنو رايهم معناتها في الاسوام في السولد نتاع السولد معناتها هل انه غاليه في المتناول معنا مدام اميره مرحبا بك مدام اميره ايوه شنو رايك انت تو عملت دوره في لي بوتيك شريت للصغيرات ولا لا كيفاش كانت الاسوام حسب الدوره وحسب الاسوام ماهيش في المتناول الحقيقه فما ما مش كيما حاطين يعني تخفيض وتحسها يعني غاليه ما زلت غاليه الدنيا سمعت اللي تم التمديد في الفتره نتاع السولد جمعتين اخرين شنو رايك فيها ك بادرة والله بادرة ماهيش باش تغير حتى شيء خاطر نفسهم الاسوام مش باش يتبدلوا دونك ما عادش في متناول مكتوب التونسي توا انت قبيله حكيت لي في الاوف شويه اسوام كانت تعطيني هكا فكره مثلا على انا توا خرجت لوج على تبييل ولدي الاسوام 49 دينار تبييل باني 68000 يعني كرتابه باش تاخذها 300000 اسكو هذا حسب جيب التونسي ماهيش حسب جيب التونسي يعني واللبسه حتى اللبسه زادا كيف كيف سي لو ميم بري معناتها الكل اقل حاجه باش تقول لك في 50 60 معناتها ما تلقاش اقل التعليم نتاع التونسي اقل من هذيك خلينا نزيدو نسمعوا راي اخر سماح وهو مسيو سامي مرحبا بيه دونك كنا نسمعوا فيه توا كنت نحكي معاه في الاوف بلوتو كان يدور في المحلات نتاع الملابس الجاهزه وحبينا نعرفوا شنو رايه في الاسوام وهذا اللي جاوب والله اسوام نورمالمون في المتناول معناها فما حاجات الحاجه اللي باهيه اكيد بسقا غاليه شويه والحاجه اللي معناها بون تنجم تتماشى مع الشهريه نتاع المواطن فما حاجات تنجم تاخوهم هو اللي يقدر ينجم ياخو دونك في المجمل الشوا ما فماش برشا هذه حاجه شوا الحاجه المذخمه والباهيه ما فماش برشا مي انا نتصور المتناول معناها وحسب التقريب شهريتك تكفي انك باش تنجم تشري لصغيراتك الحوايج كي تبدا فرصه تاع السولد واحد ما فماش علاش ليه باش ما ياخوش معناها خاطر في السولد ينجم واحد يغتنم الفرصه وياخو لصغارو فهمني خاطر تبدا كاليتي باهيه تنجم تقعد بها معناها نتاع
عام وعام وشويه فهمتني. دونك واذا كان ما فما سولد تبدا بيان سور تبدا الاسوام غاليه شويه. دونك انا حسب رايي انا في المتناول شويه ناقص شويه، اما دونك في المتناول موجوده حاجات. انت من الناس اللي تستنى السولد معناتها باش تنجم تشري، والا هكا تختفش مرات في الايامات العاديه لبسه لصغيرتك؟ والله وقت اللي تعجبني حاجه ما نخممش برشا مع صغاري، دونك كسوا سولد ولا غير سولد معناها. دونك سي سامي، دونك سامح كيما كنا نسمعوا الاراء الحقيقه مختلفه، فما شكون اللي يقول لك انه الاسعار في المتناول، فما سولد صحيح الاسوام نجموا معناتها نشريو، وفما زيدا كيما مدام اميره اللي كانت معنا توا قالت انها ما هيش منجمه تشري الاسوام غاليه حسب التقريب كي نقولوا نحن سولد، فما يعني جوست كليم وبرا تخفيضات خفيفه على الاخر معناتها ما هيش متناول الناس الكل. والحقيقه كيما كنت نقول سميح الاقبال ما هوش برشا، كعبه وكعبتين معناها موجودين ويشريو، رغم اللي توا معناها فتنا الستة الوقت توقيت العادي نتاع الخدمه والناس ما ينجموا يخرجوا يشريوا لصغيراتهم. دونك هذا هو كان نذكروا سميحة انه حسب المعهد الوطني للاحصاء انه 9.6% هي نسبه ارتفاع اسعار الاحذيه والملابس الجاهزه خلال شهر جويلية. شكرا نورز المشراوي. نورز تقول لي لقينا صعوبه حتى باش ناخذوا شكون قاعدين يقضيوا في السولد كابتن. قلت الاقبال. ايوه والدليل على ذلك انا ما عادش نقولوا ميكرو كابتن، راه تصرف وحدك. قلت الاقبال والدليل على ذلك، يعطيك الصحه خويا لطفي ربي فضلك فهمتني. قلت والدليل على ذلك والتمديد في المده وشو قد والتونسي راه ما عادش خالد، مش تعملوا سولد تعملوا ثلاثه اربعه ما عادش خالد ما عادش خالد. وحاجه اخرى راه لازم تقارن السيد العميد قديش كان الارتيكل قديش ولا ساعة ساعة راهو يعني نقرا فيه ينفوا فيه وينقصوا يقول لك 25% يا شيخ قد تعب ناول. ساعة حوايج بتاع ولاد صغير تحط فلوس من هنا في الكفه يطلعوا اغلى ارزق اغلى ارزق يوزنوا اكثر غالي برشا غالي. هدى التمديد في السولد هو اكبر دليل على انه ما فماش اقبال، ماهوش فكروا في المواطنين وفي التوانسه باش يزيدوا يشريوا ويعطيهم فرص اخرى، لا فكروا في رواحهم على خاطر يعرفوا اللي والله بيشوفوا اللي ما فماش اقبال. سي توفيق هو مشى وشرى وكل شيء ولقى تخفيض 50% خافوا منه عم تخفيض. اما راهو لا لا معناها هذاك مشى لبلاصه ولا اثنين، اما جينيرالمون يخبيوا الحوايج الباهين ويطلعوا الكاملوت ويحطوا هذا. يعني انا فكرتي انا كنت ندور قبل في السولد وعندي سنين مقاطعه السولد، كي نوب علي يا ربي نشري حويجه كيما انا نحبها سينو لا، اما السولد انا ما نمشيلوش انا كمواطنه معناها ما نمشيلوش. ونتصور اللي معناها ولات عقليه التونسي من غير ما يقصد مقاطعه السولد. لطفي تلقى معناها عاملين بوبليسيتي من بعيد تلقاها بوبلي واحد، بعد كي تجي تخلص تلقى قد لقيده يقول لك كاتبينها صغيره 5%. وهذه اللي كما قالت هدى معناها فما برشا حاجات يعملوهم يتخباوا الحاجات اللي باهيين اللي هما 50% يعطيهم لاصحابهم تلقاهم تقمرهم تمشي ما تلقاهمش ما يتباعوا في ساعه. ها الحل موجود، صحيفه عصيده مع كل شورت ويبيعوهم. دكتور لا هو تو شوف السولد يقول لك هدى انا مانيش موافق اللي يخرج الكاملوت في السولد، خاطر لي زونساني هما بيدهم هذو ما يتبدلوش اللي يبيع المركب يخسروا تو هما في الغناء ويزيد ما توافقهاش. تو جبت تو شو الديسكو هذا خسرته اليوم ما خسرني خليه مازال سيزون طويله مازال اليوم على زوج ثلاثه مات شويه 7-2 هما ان شاء الله حتى 10-2 لا ما اللي اهم 7-2 77% فوالا عاود 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 وكرر هذيك قلت لك مانيش موافق هدى خاطر الماركه هي بيدها ما ينجمش يخرج كاملوت النيفو نتاعو معناتها اللي يبيع في الكاملوت باش يقعد يبيع في الكاملوت واللي يبيع به انت شنو تستنى من السولد. نحن مازلت ما ترسختش اما بدات لو في تونس خاطر توا جاء برشا مصروف والعوده المدرسيه يزيدوا في السولد ولا ما يزيدوش الامور مش باش تمشي المكتوب فارغ سي يتصرفوا الفلوس واحد مي مثلا ناخذوا نحن في البلدان العواصم الاوروبيه اللي فيهم السولد راه تعرف ان هالولاد يرخدوا الصف يبدا لافي باش يخلط على الارتيكل اللي قال عليه لطفي نقمر ومن بعد ما نلقاهش يشدوا صف راهو صفوف راهو كانك كيما تتعدى في تونس قدام التي ال اس الصف على الفيزا يبدا هو على حانوت هكاك ولا على سونتر كوميرسيال. فما فكره انت حكيتها مره سيدين في الماتينال في الصيف قلت السولد علاش كان في الدبش اي مثلا عوده مدرسيه علاش ما نشوفوش سولد تخفيضات في الادوات المدرسيه قلت حتى في الماكله اي راهو التونسي اليوم
انت تزيدني جمعتين وانا بناتي ماشيين يقراو، انا راهو بالنسبه ليا تو يجعلني شي نقضي الكراسات والكتب والكرتاب والمولد والفاتورات كل كل والكري. كل مع بعض والماء وخارجين من الكليماتيزور تجرب اقل اقل فاكتور. هو جاي. هو شنو النوسيون تاع السولد؟ هو ديستوكاج. ليكيداسيون دو ستوك. ما خلينا نبداو لوبجيكتيف هذاك مهم راهو باش نفهموه. الكراتب قاعدين يتباعوا كل عام، ما ينجمش يعمل فيهم سولد برشا، باش يعمل فيهم 10% 15% خاطر الوزاره معناتها ترد السولد بالسيف. الحاجات الحوايج هما اللي باتوا، هما اللي يقعدوا. يبدا مثلا قطعة ب 100,000 ما تباعتلوش، يولي يعمل الجمعة الأولى يعمل 20%، يقعد جمعتين تباعت ما تباعتش يعاود يطيح ال 50% وتمشي. وين تلقى الحاجات اللي فيهم السولد برشا؟ اللي تاي اللي ماهمش يتباعوا برشا، التوانسة الكل مثلا رجال يلبسوا ما بين ال واكس ال. كي تمشي شنو اللي تقعد في الاخر 70% تلقاك الاكس اس تريبل اكس ال. فهمت سي كوم سا فوالا سي لا لوا دو مارشي. سيد العميد انا ديما عندي كمل معك عندك زعما سيد العميد كل حقيقة أنا نحي يعني الطبقة. أنتم الكل ما تقولوش في الحقيقة. لا 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 برشا برشا انفصام في الشخصية عند التوانسة. نحي الطبقة الهشة الضعيفة اللي من الحق تعبين ومعاش لاحقين. البقية عندنا رياضة وطنية اسمها الانفصام في الشخصية. الكل هتعيط كالزرزور لكن تلقاهم في الصف هما الأولى ويشريوا. تو أنا واحد من الناس والله إلا شريته هالأزقوق ب 60,000 ولا يدخلها لداري. وتشوف انكرويابل تو كل تعيط راهي. لكن في الحقيقه يشوفوا شفتوا كما قال لك نهار السولد انا منظم في حياتي جربت شفتهم اللي نشريهم قمرتهم ومشيت شريتهم ونلقاها من 30 ل 50% شريت اقتيعات مقمرهم بالتنظيم. ولكن يا خويا صفوف واسمع يبدأ كل كي تمد الميكرو او الغلا والشواء وبعد يشري كيلو مناني 140,000 يشري كرفات ب 130,000 يا ولادي مش مع يا ولدي قداش انت ملياردير اقليه يا لا اقليه يا ديك ربي شو انا قلت لك انا نكلم فيك عن كونيسونس دو كوز انا نكلم فيك عندنا مشكله في تونس العياط وزياط ونشريو جبانه تتشرى ب 9,000 معقول في بالمنطق قدامي راه ونعرف شكون شرى قلت له هذيك ربي يا اخي مش تخدم في المعمل الفلاني قالت لي ايه والله اشتهيت اشتهيت يا بنتي ايش اشتهيت يا بنتي انا يعني انكر ويا لا لا شوف عندنا قلت لك رياضه وطنيه هو لا كزرزور نعيطوا ناكلوا بعد يقول خاتي خوك لا خاتي خوك يرحم والديك سامح انا نحب نقول اللي راهو الاخلاق لازمها تكون حاضره في كل شيء راهو انا سليم كي قلت راني شفت معناها دخلت الماركت التونسيه وشفت الكاملوت شفت الكاملوت في ماركت تونسيه وقديم ومحطوط هكا كانه فريب انا نقول الاخلاق لازمها تكون حاضره قداش سولدي قداش هذوكم لا لا سولدي وكهو معناها ما يستحقوش ما يستحقوش حتى دينار نو كلاسي ما يستحقوش نورمالمون يمشيو يحميو بهم الطابونه دونك ما تشريهمش لا لا اي انا شو مساله انا نوصف في وضعي يا سليم انا ما فما لي سولد انا نقول انا نقول فما سولد راهو الاخلاق لازمها تكون موجوده في كل شيء فيه اخلاق حتى التجاره فيها اخلاق خمم انت هيت هيت نقولوا شفت ساعة احنا راهو في البلاتو هذا كل واحد عنده الحق شكون عنده الراي اللي يساعده واللي هو ممن به اما كده انا كي نسمع ارائكم الكل نفهم اللي فما تجار قاعدين يخدموا بالحق في السولد وفما اللي خرجوا في الكاملوت وفما كيف يقول السيد عبيد انا مشيت لقيت 50% معناها فما اللي يخدموا بالصحيح هداك تقول مشيت نلقى كاملوت معناها فما شكون يخرجوا في الكاملوت زاد التونسي لهنا مهم انه يفرز اعمل دوره باهيه شوف اللي بالحق يخدم في السولد خاطر فما ناس راهو عندها ضمير بالحق وفما تجار اللي ما نجمو كان نحييوهم على خاطر يخدم بصحيح وما يسرقش وما يبدلش وغير فما منا ومنا انت زيدة ككليون وكمواطن افرز اتعلم تعرف منين تشري يحط لك ارتيكل لون سولدي سولدي ما يكذبش عليك يقول لك هذوما كوليكسيون تاع السنه نوفيل كوليكسيون نوفيل كوليكسيون ماهوش سولدي هذوما تاع النسبه تاع السولد دكتور قداش لو فرضنا ان ارتيكل 200 دينار لو فرضنا النسبه تاع السولد قداش 5% 10% 20 30 و50% سي لا ميم شوز سي اي نابورتابل الحق يفوت دينا يلزمنا في عندنا واقع الدنيا غاليه عندنا واقع اي التاجر باش يبيع بالخساره مو زيد مو زيد هذا يلزم نخمو فيه لطفي بنطقي يقول لي حمل همامي عنده راي في السولد نقول لك حاجه نقولها لك ناك حمل همامي ضد السولد هذا وضد السولد الاخر وخاطر قالت لي راضي ما عادش تشري سولد ما عادش تشري سولد نقول حاجه نقولها لك من اليوم في السولد تيري علي
سيد العميد عنده كرتوشة معنا شيء ودي. شكرا لكم حضرت لنا نورز مسكينة تقرير على أسوام الأدوات المدرسية مقارنتها بالأسوام قبل غدوة. نعديو التقرير بالنسبة للأسوام المدرسية. إن شاء الله إن شاء الله التونسي المقدرة الشرائية عنده تتحسن شوية، مش كان في التبشرة وفي السولد، ما التونسي قاعد يقاسي وقاعد يعاني في كل شيء، في دبوسة الماء اللي ما سبالة ما عادش ينجم يشربوا دبوسة الماء راهو ما عادش خالطين عليها، راهي الباجيت يقول لك ما عادش خالط، راني انا باش نقضي خبز قد ما نجم. انا ان شاء الله التوانسه الامور تتحسن بشويه. شكرا فنان في المنطقه 77% نمشيو لحاجه ما احسن. شكون 27 من عندنا؟ غدوه اتصلتين يولي 3 ملايين ان شاء الله. ان شاء الله باش ميك 3 ملايين ويخموا زاد على الريتريت ان شاء الله، ويخموا عاد على البونسيون دي ريتريتي اللي ما عادش تنجم تجيب باكيت. احنا ما قاعدين نخدموا في لي ريبورتاج والتقارير، اتاو نهار ناخذوا سميك نهبطوا به للمرشي ونشوفوا شنو هو النجم ونقضي به ماكله برك. قداش يدوم قداش يدوم السميك باقل ما يمكن. هذا اللي باش تلقاوه موجود في ناس الديوانه، باش تلقاونا في الشارع وفي المرشي وعند الحويت وعند الخضار وفي المستوصف وفي المكتب كل يوم، باش تلقاونا مع لي روتريتي مع الانتريتي راهو ماشيين معاهم للبوستا هو يحفوجيك باش نحلوا عن سبيل. وهذا لا ينفي 77%. شكرا دكتور، شكرا كابتن. وبعد تقولوا كابتن الكابتن ما عادش فيه ما عادش فيه. شو ديلاغا نتاع ماركة 99.99 هم نتاع 77 زيد معاهم.